اللهم بارك لهم الخير هذا واحتسب في اساس الدفاع من وراك. السلام عليكم، معكم اخو عبد الله. انا اصلا ولد الولفه، اصلا ولد المدينه، وكبرنا في الولفه، وباقي فينا خويا الفيس ديال البحر، وباقي فينا الهوايه. ماشي هوايه، راه شي حاجه مولوده معانا. كنجيو ضروري اخويا نخويو بحال كنتنفسو. هذا ما كان سالي خدمتي، وكنجي ندوز الوقت هنا شويه نصيد، مره ندير الدار، مره نعطي الدراري صحابي وهذا. شحال من عام وانت كتمارس هذه الهوايه؟ واخويا نقول لك من ولد 7 سنين دابا تبارك الله، راه 43 عام. ولد 7 سنين باقي صغار، كنا نديروا خيط ونهبطوا للمدينه للمرسى لجناب الحيط ونديروا ونصيدوا نصيدوا دقري فيه هذه كذا هذه صافي، تار كيركب الفيس. شنو الفرق دابا ما بين الصيد يعني في الصغر ديالك يعني قبل 43 سنه ودابا؟ فرق كبير، فرق كبير بزاف اخويا صراحه. حتى الحوش ما بقاش، هذه المنطقه كاع ديال الكازا ما تلوش، البرودويات وبزاف الويدان الحار وبزاف بزاف بزاف العوامل اللي خلاو الصيد ما يبقاش هنا في كازا، ولا كيقل. دابا مازال كتهبط المناطق جناب كازا او سيدي رحال او لا المحمديه، فهمتي؟ كيكون الحوش، فهمتي؟ انما الماكسيموم الا صيدتي كتصيد قرفوه كتلقى يلاه كيوزن واحد 600 غرام 500 غرام، هذا راه الكبير كيلو كاع تقريبا. اما واحد الوقت اخويا في المدينه كنا نجبدوا الشرغو 3 كيلو 4 كيلو، دابا اخويا ما بقاش الوقت تبدلات مع البني وزحف الاسمنت بالعربيه. حاليا كاينين بزاف ديال الناس كيعيشوا بهاد الهوايه. كاينين الناس اخويا اللي عايشين، كاينين الناس صحابنا كنعرفهم حتى انا عايشين بالصيد. الارزاق كاين مسكين ما عندوش، فهمتي؟ كيجي يترزق على الله، كيشد واحد 5 ولا 6 بياسات كيهبطهم من البحيره كيبيعهم، ولا قسم الله راه كيزيد. انا براسي كنبيع، تيجي شي حد كيقول لك بيع ليا، ما تقدش تقول لي لا. هاد الهوايه دابا واش يقدر شي واحد يعيش بها؟ حاليا اش غنقول لك؟ الله يدير الخير وصافي، هذا ما كان. الله يجيبها سمينه. الله يجيبها سمينه، ما بقاش كتجي سمينه، خاصنا نمشيو للصحراء. عليكم السلام ورحمة الله. الرئيس ممكن نتعرفوا عليك؟ مرحبا، أنا معك العربي. الرئيس العربي، شحال من عام وأنت كتزاول هذه الهواية؟ هذه يا خويا تقريبا واحد 13 عام. واحد 13 عام دابا هذه باش كن، ولكن مرة شي بعض المرات كتكون شي بعض ملي كتكون عندك الخدمة وهذاك ما كتجيش، ملي كتكون عندك شوية ديال الوقت راه كتجي كتبدل شوية الجو. يعني أنت من المولوعين بهاد الهواية ديال الصيد بالقصابة؟ هي أنا عزيز عليا هاد المهنة هذه، كنمارسها مرة ملي كنكون عندي الوقت شوية فارغ، عندي الوقت شوية بحال ما كاينش الخدمة بحال هكاك، ولا شي بحال الويكاند بحال هكاك. فين كيكون الجمالية ديال هاد الهواية هادي؟ وراك أنت براسك غادي تعرف الهواية، الجمال ديال هاد الهواية. بالنسبة لأول حاجة اللي كتكون هي بحال إلا ملي كتصيد شي حاجه، يعني كتفرح، يعني كتعاود ثاني تشجعك باش تمارس هذه الهوايه بكثره. بالنسبه هنا مثلا في الدار البيضاء، واش باقي الحوت مثلا؟ حيت اغلب الرياسه كنسولهم كيقول لك الحوت ولا قليل بزاف. لا هنا قليل بالنسبه سميتو، الا كنتي غاد هنا في الدار البيضاء خصك تدخل داخل، ملي كتكون موفيطه ثاني كيكون شي شويه، يعني الفلايك ما كيدخلوش وما كيخرج ما كيدخلوش وهذا، ولا هذه هي الوقيته فاش كيكون شي شويه، ولكن شي حاجه قليله، ماشي شي حوت اللي هو شي حاجه قليله. شنو الانواع ديال الحوت اللي كتلقاو مثلا هنا؟ اكثريه الشرغو هو الاكثر، هو اللي موجود بزاف الشرغو. بالنسبه لهذا الشرغو ولا المعزه ولا المهم هادشي الصنور، هادشي اللي موجود الاكثريه بزاف. بالنسبه والبوري عاوتاني، البوري حتى هو كيكون موجود. بالنسبه دابا لهذه الهوايه بالنسبه للصيد، اما احسن الصيد بنهار اولا الصيد بالليل؟ الانسان الى لقى كيفاش يصيد بالليل الاحسن، حيت دابا راه الحوت هو بحال سميتو عليه كيخاف بالنهار ثاني، لا كيخرج قليل كيخرج بالنهار، حتى الا كان البحر محرك شويه وهذا كيكون شويه. اما بالنسبه لي كيكون ما صافي ثاني كيكون ضاوير، ما الحوت قليل. بالنسبه للتطعيمه كنشوفوا كطعم بالقمرون، التطعيمه دابا واش عندها؟ هي دور كبير بالنسبه للعمليه ديال الصيد.
حيت كنشوفوا بعض الناس اللي كيديروا تطعيمات مثلا غير بالخبز بمواد بسيطه. على حسب عاوتاني على حسب المرقد كيفاش داير، حيت كاين شي بعض الحوت كاين اللي كتعطيه كاع جميع الاشكال ديال الطعيمه ما كيدي منها والو. وعاوتاني بالنسبه على حسب عاوتاني الزهر عاوتاني الحظ عاوتاني حتى وزهرك مره كاين اللي كيطعم حتى بالبطاطا راه كيشد، كاين اللي كيطعم حتى بالخبز راه حتى هو كيشد اي اشكال ديال الانواع ديال الحوت. دابا بالنسبه للصيد، انت تفضل مثلا تصيد في كازا ولا تصيد خارج كازا؟ انا بالنسبه ليا كنفضل نصيد على برا على كازا. شنو الفرق دابا، شنو المناطق اللي فايت لك صيدتي فيهم ولقيتي فيهم الحوت يعني احسن من كازا؟ اكثر هي بزاف الجنوب الصحراء بحال هكاك. الصحراء فين في كيكون شويه ديال الحوت، ما انا راه قليل بلاد من اللي كيبغى شويه يبدل شويه الجو صافي. هادشي اللي كاين. كازا شنو الاسباب اللي خلات كازا يكون فيها الحوت قليل؟ واش نقول لك اخويا هادشي ما تقدرش تحكم ليا، يقدر كي حتى بالنسبه لسميتو كيكون حتى شويه ديال التلوث بالنسبه هادشي. كاين حتى شي بعض الناس الله يهديهم كاين اللي كيقولوا الزبال، كاين اللي كيقول كاين اللي كيقضي واحد الغرض من واحد الحاجه بحال بوط السرديل. المهم هادشي ديال النفايات، النفايات هي اللي كتخلي الحوت يقل ما كيكونش. شكرا جزيلا الرئيس العربي. طيب الله يجيب سمينه. امين يا ربي امين اخويا.